شباب اليوم نسوي جروب ونقط فيه تمام. والله يوترنا هذا نصوري رز 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 لان البساس قام طقطق علينا نفرزني يا رجل فالح سوما وين ارحب بدري ارحب لا شباب اشتقت لكم والله يا شباب ترني بعد يطلع من تعب يلقى نفس الوضع ما يتغير شيء ما يتعدى شيء ما في انا زعلان ما في غبت ورا قبل ما نفتح لا لا تعال 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 عطنا خلص صح عندنا جديد لا 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 بنجيب لكم على احد خلصوا ونعطيكم يلا عدى انا يلا نفتح ذاك جديد خلوا يمكن تعال ابدا بس بس هذه شغلتك تراقبني على العشاء تقعد تراقبني كيف اتعشى وبرشت ما تجيبه علي تجي شو المشكله والله يا طالب بهاشتاق نصور الغامدي يا اخي حقق طلباتنا يا اخي يا اخي عطنا نعطيك يا اخي احمد ربنا دلعناه نصور نصور هذه المرة الأولى، المرة الثانية ما أدري إيش بيصير. مني ما يجيب؟ أقسم بالله أنا بقطيع. لا 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 لا. والله أنا أسمع كلامي ناصر. كلامي أسمع ناصر، قال الشباب إيش يبون؟ جيب له. هذا اللي قهرني. أنت معي أنت معي. إيه. هذا اللي قهرني. يعني من المخطي؟ بقطيان. شغل أرسلك مكان. المخطي ناصر. لا بقطيان. لأنه ما عاد عليه. إيه. خله ينظر إلى وضعنا. انظر من هذا. لا ويشغلنا إذا طلعنا من البث. إيه شباب عبي هو. عبي هو يا طير إيش فيك؟ وإذا جاء أحد صاحبي قال اسكت والله أحبك. طيب احبك جيب برست برست الله يعز النعمة والله العظيم الدجاج شوف حتى تقول يا الدجاج البساس البساس تقول وش هذا اللي قاعد يصير يلا بسم الله بسم الله خلاص خلاص ناصر خذ راحتك جيب رز خلاص خلينا نخصم الكافي امسك هذا اليوم وش عيال اليوم يوم جمعة صدق والله حتى ما تعرف تحسب محصن ايه بس ما تعرف من الاسابيع بيض الله وجيهكم استحمص يا شباب لكل واحد منكم 2000 نقطة تلقونكم كلكم ابرايم طلعت بالسالم بالسالم 2000 نقطة دي اول برايم كلنا ملون سبحان الله شباب اضحكوا ايش فيكم شخصيين اخي الله المستعان اي اي ناصر يجيب لنا رز وزيت الزيتون تاخذونه خاف الله فينا يا شباب ايش فيكم مزاكتين تقول نبي عزيمه ما شفتك كيف حددنا من ورا ناصر انا باخذها عنكم انا بفصل وش عنده عنك عنك محصن لا 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 ترى والله العظيم ذاك يبيعك عشان حبك اسمع انت توكابك اعرف هذاك اسمع اسمع انت توكابك تقول لاعب جولف امين بالله لما يجي بكره برص ما ندخل ما ندخل شباب ما ندخل تهديد ما ندخل ناصر لا 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 لا, لا يقصد يا محل طعمها يقصد الكاميرا يقصد الكاميرا شوف كيف هي صدق وان كنا لاعب جول لكن لاعب جول بس انه نسي لا يقول الاسم والله ما تلعبها انت يا بس يا بس يا بس تكبر خاف الله فينا من الإدارة يبس ولا لين بس عطوه عطوه ايه تبغى ناصر يجيب برست كل يوم والله احمد لا لا هاش لا احمد لا ها الله يقطع مع عمرك يا سامة والله فارس ناصر كان الكابتن وليد تعرفه اللي مع الكابتن رابع شوف شوف لا لا دجاج رز ايه بس كابتن وليد والله يعطيك بكره كابتن احمد مع الباب يلا كابتن رابح والله حصن يلا لك الحمد ما تبغون والله بكره يوديك كابتن خط الرياض المفروض يجي اعطوني مويه تكفى ما شربت الا واحده مع حق سلبادي سلبادي شفت مكس دقل لك ما احنا طيب الحبيب خذ هذه خذ هذه تقدر تفضل عادي تفضل سعدك اول مره اشوف حليب رصاصي شكله زئبق تفضل تفضل يا السفره الثانيه سلمت ومن قال انا مديدي يا علي ابشر ها من هم اي والله اني خايف اوف 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 لا 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 ما غني انا طري لا 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 الفصلات والسلام لا
لا لا لا بالله راضوا بيننا يا مراضين. يا اخي انا ما قعدت اتعشى، انا اصب بيبسي وهذه نقطه نزلت فيها. دلوبك خارف انما نكبنا الهند في هذه السواليف. دلوبك تهامه. ترى هذا دلع اذا ما تدري. تدري ايش معناتها دلوبك تهامه؟ يعني ياخذوك في سياره فخمه فخمه ينزلوك بالعقبه وتمشي وتروح الوادي ولد ولد وتشوف لا وتشوف لا وتشوف لا. علقت انت؟ شدها مدها يوم قال شدها قلت مدها مدوا لحيك يا مقبل ابو عبد الله هو بجنوبه شراره رالح ابها شرن برن فرن علي طلق من السود ونقول مع النمر. مرحبا مليون مرحبا مليون والله ما تسبقكم الا المعزه والله الذي لا اله الا هو ما تسبقكم الا المعزه واهبكم في قلبي وعيني واهبكم في 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 المعزه والتيس والتيس تيس خلصت خلصت ما عاد معنى تيوس في النماص يكفينا بس يكفينا ان ماسكين خط يا اخي وشرف كبير لنا والله والله شرف لنا الله يحييكم مرحبا الف ان بس شباب انت دقيقه متى رجعت البرنامج متى رجعت البرنامج بالله الله يا بابي والله اني ملزق صورتك والله اني ملزقها هنا والله والله اني ملزقها قسما بالله شفت شفت والله اني ملزقها والله علي لموني والله اني احبك والله اني احبك وين الشيله حقتنا متى نبشر قريب ان شاء الله نجيب شيله ونجيب نقاب لا لا احلى منها لا النقاب اذا تبغى الصدق خلوها عن العيد يعني ها خلوها في العيد شيله في العيد عيد الاضحى طول عيد نقوم ولا اقوم اجلس ابشر جعلها تراحة ناصر من جلشك يا حبيلك والله يا ذا اللي قدامي يا والله اني احبك الله عليك من جلشك طلع لي موال ودي اغني والله ما بقي هذا الاسبوع موال غني اللي خلي موال موالك المعروف يا بنتي يا حبيني لا بكرة يا ويلي على شعور ابراهيم الحسن بكره ابراهيم الحسن روحي عليه يا بريح ترى من شديد الوحيد بكره كل شيء الوحيد بكره اللي بيحط رجع عارجه ويقول انا لا ما يعرف عن الدوسه تركي الدوسه كذا بس اللي اكمل ما يعرف اذا خلص النعناع حقه ما عاد يركز بالعود اللي اعطاك بجيب له تركه والله دقيقه ما ادري شو هي منها لانه قال محصن يوم الخميس ايش مع هذيم قالوا يعني ايش لانه صدق اذا خلص الليمون حقه يعرفه وعد وعد يعرفه تركله وعد وعد بكره ايش بسوي؟ ايش بكره ايش بسوي؟ والله صادق اذا وعد وعد يومين يومين تدخلات هاتفيه اللي رجع لا لا بعدين بوزيقة ترى خامس صوت والله هذا هو ما وعد هذا بالاتصال صار هاتفي ياخذك حليله انت ما ادري ما شاء الله كم مسكت الاتصال مع طويل الله يضحك عليك بكره انت اليوم ليه انت بتناقش بزعج شفت عشان اعطاه حصانه بس ما يعرف علي الدوسري اذا خلص ترك الدوسري اذا خلص الحليق النعناع حقه ذا حبك الميرميه والله لهب له دربه والله لعب له الجك يا ليموني يا ليموني والله علموني يا ليموني اموت انا على الليموني لا يا ربي اسمع الجمله يلوموني في الليموني اخي يا ليموني في الكره الارضيه والله ليش هذا قاعد يجرب الان لا هو يجرب بعدين بس نن نن بعدين هو يبدا من انا لا وانا نن 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 وانا نن 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 هذه يطلع نن نن ناصر ناصر بس يا ما انا ناصر انا خلاص اقول لا بس قاعد اقول له نن 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 شباب شوفوا كل ما دورنا ناصر قلتوا كذا راجعين الريوس في يلعب بالجول قام تطط من هنا وقال كلمي انك بلعب بالجول ليش تريب امسك خلينا الاول امزح مو مطقك من هنا المسرح خلينا الاول امم اي والله 4000 كنا والله يا علي ياخذ درجه مثل ما ناخذ شفتها والله ظلمه صادق شفتها والله والله يلا شباب يلا والله الدجاجه دي ما شاء الله كثرت الاسبوع هذا المفروض ناخذ 4000 لا لا سلطان وصيل كم كم علي بالرويه ايش بالمسرح بيجي اقول لك هذا مو بصح اقول لك حصان انت فريق مين ما له دخل حصان حصان اعطاك اياه بس ما شغل يوم الاحد يوم الاحد المهم على ساعه
ما جاء علامة صح عندي. أعطاك يا طاب حصانة. ما جاء علامة صح. صح. صح علامة ما أقدر. ما أقدر أمسك نفسي. إيش هي حصانتي؟ حصانتك. قد قال هو بلسانه قال في ورق في قلم ورق من عند الإدارة إنك استأذنت ما في يلا يلا نصرف. يا أخي قال نصرف في برد وجهه. طب بقول كلمة عندي. ثلاث دخلات علي انا ضحكت مرتين ماكينه دخلت قرصيه انت مش هذا اشكر من هذا المنبر اشكر اللي جانا المالكي. والله تبصد يا رجال اطلع اذا جينا الحق اقسم بالله الفايز انهم اقسم بالله منهم يا رجال والله والله كل شيء كويسين والله والله كويسين يا رجال انت لا المسرح يا رجال وين مرتين انت اول مره اخلص في مشهد بكا انا والله العظيم مشهد يا ابوي لا يجدك النفس انك ما هذا يضحك ويقع عليه قصاص مظلوم انا ضحكت من جد الله ينصب عليك عارف حسيت في تدخلات من برا فعلا مظلوم حاولنا وهذا يوم قد طالع ياد بكينا الله اي والله تحمس واخرج باخذ الله لا يبلانا الله لا يبلانا وخلاص والله اننا طلعنا ما منه لان احنا كنا اخر ناس وش الفكره يا عيال ما تلاحظون البرنامج الفكره وش اخرتها وش سؤال خايفه مني ينقذونا هذه ايوه اضمه كذا وانا يروح يقص عرفت اعطاني خاتمه خاتم قال هذا اعط عيالي كم كان قبل شويه كم كان وتكفى يا صاحبي ليش ما خليته كيف شي ينقذونا الحين لا عشان وقت خلك هذا بنطول يوم يعطيني الخاتم انزل انا ابكي واحمد ما تلاحظون البرنامج ما ينفهم لا هو فكرته كذا ما تفهم سؤال والله فكرته ما تفهم انه ما ندري في تقييم في المسرح الا امس يقيمون اعطينا قرار لا علمونا بس ما والله ما ندري انت موجود انت موجود ما ندري ان السفير يختارون اثنين وواحد كل يوم واحد يقدم والله ما ندري قبل هذه جد ولا ادري ان احد يفوز هو ما يوزع وله هديه من الوقت تعال اسمعي